دلوقتي هعمل ايه بالخوخ؟ هعمل تارت. هقول ان انا هاخد 100 جرام دقيق، مش عايزاه يخرج مني من بره. انا هاخد 200 جرام بس. هاخد، هقول لكم هعمل ايه دلوقتي. احنا كده كام؟ قربنا خالص نبقى 100 بالظبط. ادي 100 جرام دقيق. طيب 100 جرام دقيق هحط عليه ايه وليه بقى؟ هحط عليه 100 جرام دقيق بندق. دقيق البندق ده يفضل جدا اني هجيب بندق، يفضل جدا ما يكونش محمص، يكون بندق ني ابيض ما تحمصش واطحنه. ليه؟ لانه المتحمص لسه هدخله تاني الفرن هيتحمص تاني، لكن وما بيتحنش بسهوله لانه بيكون فقد كميه من الزيوت بتاعته، فما بيتحنش بسهوله. لكن لما يكون البندق مش محمص ابيض. طيب انا هاخد هنا 100 جرام 100، او بصوا احنا هنكمل الاثنين يبقوا 200. فانا قررت ان احنا علشان اخلي العجينه ما تبقاش متماسكه، ما تبقاش صلبه، الدقيق هو الماده اللي بتمسك وبتعمل عجينه وتبقى العجينه ماسكه نفسها. لكن لما هحط عليها هغشها بحاجه ما بتتعجنش، ما فيهاش جلوتين زي البندق، فهيبقى عندي عجينه اقل تماسكا، وبالتالي هعرف اكلها بقى، يعني مش هتديني العجينه اللي تتقطم بالبق دي. احنا هنا عندنا 200 جرام، يبقى خليني احط 100 جرام زبده، وهتبقى زبده مكعبات وتكون ساقعه جدا. ادي 107، مش مشكله، حلوه قوي كده. طيب احنا عجننا العجينه وبنحاول نعجنها بسرعه علشان وبنعملها بالطريقه دي، وعايزينها تبقى زي الرمله. وبعد كده بنمسكها بمعلقه ميه، يعني معلقه ميه كبيره هنا علشان فيها بندق. انا حاساها ماسكه، يعني هي مش عايزه حاجه تمسكها اهي. هي بصوا معجونه خالص، عجينه اهي من غير اي ميه، فلطيف. البندق عامل تاثير حلو. هنعمل ايه؟ هنحطها بقى في القوالب بتاعه التارت زي ما احنا متعودين ونخبزها. احنا دلوقتي زي ما قلت لكم احنا مجهزين شويه علشان الوقت. احنا كان هدفنا الخوخ، صح؟ هدفنا ان احنا نستعمل الخوخ اللي بيرطب. انا كل اللي عاملاه هنا ان انا مقشره الخوخ. ومقشره ازاي؟ ان هو منزلاه في ميه سخنه زي ما بنعمل الطماطم. هقول لكم زي ما بنقشر الطماطم بنعمل ايه. بنعمل كده اكس كده، وبننزله في ميه سخنه، مش انه يستوي، بننزله في ميه سخنه لمده دقيقه، مجرد ان انا نعرف بعد كده هو بس بيرد، فانا مش عارفه اقشره. لما بينزل في ميه سخنه دقيقه بنطلع القشره، بتبقى سهله قوي. اول ما بتطلع بنقشرها. خليني اقشر الباقيين، او هما متقشرين يعني، خليني اقطع الباقيين. انا عايزه حاجه طازه فريش. انا بستخدم، عايزه استخدم فاكهه فريش على قد ما ينفع. زي ما انتم شايفين ده بس عرفنا نشيل قشرته، ونزلناه في الميه على قد ما نعرف نسحب منه القشره. انا هحط هنا يا جماعه، هحط الفاكهه اللي هي الخوخ، وهحط فروزن يوجرت او ايس كريم، بس انا مفضله طعم الفروزن، يعني الفروزن يوجرت خفيف ولطيف وبتحبوه. فادي اهي فاكهه. اللي انا عايزه ايس كريم كتير او فروزن يوجرت كتير احطه تحت وازوق بالفاكهه فوق. ايه الفروزن يوجرت؟ ايه الفرق بينه وبين الايس كريم؟ الفروزن يوجرت مش كريم، مش حاجه فيها حاجه دسمها قليل، فهي زي اشبه بالزبادي، يعني بيسموه فروزن يوجرت انه كانه زبادي، طبعا مش زبادي بالظبط يعني، لانه دسمه قليل وبيتعمل فروزن، بيتجمد كانه ايس كريم. للخوخ عشان نستغل ان الخوخ بيبرد.